مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. معكم موني نجيب في سر جمال المرأة. قبل ما ابتدي الحلقة النهاردة حابة أوجه شكر أنا وأسرة البرنامج للسيد الدكتور منتصر جمال محمد مستشفى سوهاج العام على مجهوداته ضد فيروس كورونا. لو ياريت نقدر بس نقدر نتواصل معاه، وأكثر الله من أمثاله. حلقة النهاردة هنتكلم عن موضوع يعتبر ده مشكلة بتواجه كل الناس في كل بيت. المشكلة دي خاصة بتساقط الشعر. هنتكلم عن أسبابه وعلاجه وإزاي نقدر نعمل مواصفات في البيت، نقدر يعني هنبقى في إطار برضو حاجات بسيطة مش هتكلفنا ولا كده. أسباب تساقط الشعر، لازم نعرف أسباب تساقط الشعر بتيجي منين. احنا عندنا سببين، عوامل خارجية وعوامل داخلية. عوامل داخلية يعني في جسمنا، يعني موجودة في جسمنا، زي أمراض الجلدية الصدفية. لازم نتأكد كويس جدا ان شعرنا ما فيهوش مثلا التهابات، ما فيهوش صدفية، ده بيؤدي لتساقط الشعر. في عندنا كمان لازم نعمل تحليل للغدة الدرقية. الغدة الدرقية لو اشتغلت اكتر من المعدل بتاعها ده غلط، لو اشتغلت اقل من المعدل بتاعها ده برضو غلط، ده برضو من اسباب تساقط الشعر. في عندنا كمان ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ده كمان بيؤدي الى تساقط الشعر. في كمان فترة الحمل، علشان خاطر كمان الهرمونات بتتغير في الجسم في أثناء فترة الحمل، الأم ما بتاكلش كويس، لازم تتغذى كويس، لأن ده برضو بينزل برضو تساقط الشعر. معانا الدكتور منتصر. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك يا دكتور؟ الو، ايوه حضرتك سامعني؟ ايوه سامعك، اتفضلي. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. احنا بنشكر حضرتك على المجهود الرائع اللي حضرتك بتبذله في مستشفى سوهاج العام. لا يا باشا، ده دورنا، وده دورنا في الازمه اللي بتواجهها البلد. اكثر الله من امثال حضرتك. شكرا. حضرتك تحب توجه ايه للساده المشاهدين؟ تنويه مثلا او حاجه احترازيه ياخدوا بالهم من فيروس كوفيد 19. نعم. حضرتك توجه ايه للمشاهدين؟ تنويه او حاجه تقدر ياخدوا بالهم احترازيا من فيروس كورونا. والله حضرتك بنوجه رساله للادارات ولمديري المستشفيات ومديري الادارات ان هم يفحصوا كل حد في مجاله. ما ينفعش اجيب حد مش في مجاله واقول له اشتغل كذا في يوم وليله، ودي المشكله اللي هي بنزود الاعداد بتاعت الحالات، الناس مش عارفه تتعامل. ما فيش وعي نهائيا. حتى ما فيش استجابه من المديرين والمشرفين على الموضوع ده، ما فيش استجابه منهم انك انت تفهم الحد الشخص منهم ان ده مش دوري، ده دور حد ثاني، والحد الثاني ده لو مش موجود هنقول ماشي، لكن انت في حد موجود. شغل الوظفه والقطع حتى في الازمه مش سايبنا. الحالات اللي عند حضرتك في المستشفى، حالات يعني تعبانين فيهم يعني شويه كويسين؟ لا هو بص، بالنسبه للحالات اللي في المستشفى، لا في حالات تعبانه جدا، وفي حالات الحمد لله يعني تماثلت بالشرطه وخرجت من المستشفى، في حالات عادي الحمد لله تمام، بس في حالات تعبانه كتير. والمستشفى مفيش استيعاب برضه للحالات اللي جايه، برضه اعداد كتيره. استعداد المستشفى، مفيش اماكن، مفيش سراير بقى طبعا. مفيش اماكن، وحتى كمان امكانيات مفيش. احنا بنسال ربنا ان هو يشفي كل مريض يا رب، ويرفع البلاء عن بلادنا. وبشكر حضرتك جدا على المداخله الجميله دي. شكرا.
كلام حضرتك. ميرسي يا دكتور، ميرسي خالص. نرجع لموضوعنا، اسباب تساقط الشعر. احنا اتكلمنا عن الامراض الجلديه والصدفيه، اتكلمنا عن الغده الدرقيه شغلها لو ارتفع عن المعدل الطبيعي بيؤدي لتساقط الشعر، شغلها لو نزل عن المعدل الطبيعي برضو بيؤدي لتساقط الشعر. في كمان نقص الحديد، فقر الدم، نقص الحديد ده مهم جدا بيؤدي برضو لتساقط الشعر. يعني لازم احنا نروح نعمل تحليل ونروح للدكتور نتابع معاه، لو لقينا نسبة كمية الشعر اللي كل يوم بنسرحها بتقع كتير، ده نعرف على طول ان احنا يا اما في مشكلة في الغدة الدرقية، يا اما في مشكلة في نقص الحديد ونقص فيتامين د، ده مهم جدا برضو. طبعا احنا قلنا الحمل برضو بيؤدي لتساقط الشعر. في كمان تغيير الفصول، يعني طالعين من الصيف للشتاء ده بيؤدي لتساقط الشعر، طالعين من والعكس ده برضو بيؤدي لتساقط الشعر. دي دورة حياة الشعراية يا جماعة، يعني لو احنا طبيعي شعرنا بيوقع 100 شعراية في اليوم، يعني شوية صغيرين قد كده، ده عادي جدا. لكن اللي مش عادي ان انا لما الاحظ ان شعري كل ما اسرحه كل ما بيقع، اسرحه بيقع كتير، بلاقي كتير في المشطة، ده نقلق منه. كمان الشباب اللي مثلا بتصحى بتلاقي مكان المخدة بتاعتها برضو مليان شعر، ده بتبقى برضو بيرجع بقى للحاجات اللي انا ذكرتها سابقا. يعني في ساعات برضو بنلاحظ ان احنا بنبقى في فراغات هنا في الحتة دي كده، دي نسبة لتغير الهرمون في الجسم، في الهرمونات مش متظبطة. في كمان حبوب الشباب دي برضو سببها الهرمونات مش متظبطة. في أماكن في الجسم بيبقى فيها شعر كتير، دي برضو مشكلة الهرمونات. آخر حاجة، آخر نقطة هنتكلم فيها في العوامل الداخلية، التوتر النفسي والضغط النفسي. التوتر النفسي بيؤدي برضو لتساقط الشعر. يعني أنا عايزاكم تبقوا هادين، مش كل حاجة تاخدوها على أعصابكم، يعني مش هينبكوا غير التعب والمرض العضوي. السبب التاني هنتكلم فيه اللي هي العوامل الخارجية. العوامل الخارجية دي عبارة عن ايه؟ في بنات بتمسك شعرها يعني بعنف كده وتلفه بتوكة، ممكن تلفه كده كحكاية، تحس ان انت يعني بتخانق في شعرها. الشعر ده حاجة رقيقة، حاجة يعني عايز حنية، عايز كائن ضعيف، عايزين نهتم بيه نتعامل معاه برفق. في كمان البنات اللي بتستخدم البيبيليس كل يوم، السشوار كل يوم، ده غلط طبعا. لو مرة واحدة في الأسبوع بيبيليس ده كويس، مرة واحدة بس مش كل يوم. في كمان البنات اللي بتصبغ شعرها، يعني تلاقي واحدة مثلا عملت صبغة يعني عملت لون وما عجبهاش، ترجع بعد أسبوع تغير تعمل لون تاني، لا ما عجبهاش، ترجع تاني تغير تعمل، وهكذا. ده انت كده بتدمري الشعراية بتاعتك، انت كده بتنهي عليها. كتر الصبغة هيطلع لك شعر أبيض. أنا بنصح كل بنت، كل سيدة ان هي يعني تعمل صبغه على الاقل كل 6 شهور. طبعا عندنا الامشاط، مشكله الامشاط. الامشاط لما انا بسرح شعري كل يوم مش بنضف المشطه بتاعتي، بيتراكم عليها بكتيريا فطريات، ارجع اسرح تاني هرجع البكتيريا والفطريات لشعري، ده برضو هيؤدي لتساقط الشعر. فانا بنصح كل سيده ان هي تغسل تهتم بنظافة الأمشاط بتاعتها. معانا مداخلة تليفونية، مدام أسماء. ألو. ألو، ازيك يا مدام موني؟ ازيك، عاملة ايه؟ ازاي حضرتك؟ كويسة، منورة الشاشة والله. ربنا يخليكي، شرفتينا باتصالك حبيبتي. أنا فرحانة إن أنا اتدخلت معاكي وبكلمك. ميرسي خالص، يا ربنا يخليكي حبيبتي. أنا كان عندي مشكلة في شعري. اتفضلي قولي. شعري كان ناشف وهيج دايما
ورحت عملته فيرست جلات وباص خالص. يعني انا كنت فاكره ان انا بعالجه، لقيت نفسي باص خالص. مش عارفه اعمل ايه، يا ريت وصفه طبيه كده طبيعيه اعملها في البيت، اي حاجه ممكن تقولها لي. حاضر يا حبيبتي، تحت امرك. حاضر، هرد عليكي. حاجه، انا اتدخلت معاكي حبيبتي، انا مبسوطه جدا، شرفتينا باتصالك، تحياتي لحضرتك. باي باي. طبعا دي كارثه ان احنا نفرد شعرنا بالمواد دي الكيماويه، دي مواد كيماويه. يعني انا مش عارفه انتوا ازاي بتحطوه على شعركم، يعني دي بتضعف البصيله، يعني بتخلي الشعرايه هشه. انتوا متخيلين انتوا بتاذوا شعركم قد ايه؟ هقول لك على وصفه في اخر الحلقه حضرتك هتمشي عليها، وان شاء الله هتجيب نتيجه كويسه. نرجع كمان يا جماعه للعوامل الخارجيه اللي بتؤدي لتساقط الشعر. طبعا البنات اللي هي بتغسل شعرها وعلى طول تيجي لفاه وحاطه الطرحه وتيجي خارجه، انت كده حضرتك يعني بتدي مساحه للبكتيريا والفطريات ان هي تنتشر على فروه الراس، هتعمل لك قشره، هتسبب لك تساقط الشعر. ما فيهاش حاجه لما حضرتك يعني تغسلي شعرك وتنشفيه مثلا، تجففيه بالسشوار وبعد كده تخرجي، كده انت بتحافظي على شعرك. شعرك مش بيكمكم، مش هتبقى ليه ريحه، كمان مش هيربي فطريات. لازم نهتم بنظافه الامشاط زي ما قلت لحضراتكم، علشان تجنب تساقط الشعر. معانا مداخله تليفون، استاذ مجدي. استاذ مجدي متولي، اتفضل. الو. الو. انا عندي شعر بتساقط، شعر بتساقط. الايه يا استاذ؟ استاذ مجدي، مجدي من دوار سلام الشرقية. ايوه يا استاذ مجدي، حضرتك بتقول ايه؟ شعري عندي تساقط، عندي تساقط في شعري، شعري حضرتك بتعاني من تساقط الشعر؟ لا 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 لا، وانا صغير كان شعري بيجي، لما كبرت شعري من غير اصلا، يعني اصلا كده. انا مش سامعه حضرتك، ممكن حضرتك بس توطي صوت التلفزيون وتسمعني بس من التليفون؟ شعري عندي تساقط شعر، شعري يعني ايه تساقط كده؟ ممكن مش مراعي. يعني حصل في شعر حضرتك فراغات؟ لا 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 لا، يعني وانا صغير لما كنت شعري كده، حاضر انا هرد على حضرتك يا استاذ مجدي. حاضر، شكرا لاتصالك. طبعا احنا لازم زي ما ذكرت ان احنا لازم نغسل شعرنا كويس، لازم نغسل شعرنا كويس من ونجففه. نرجع طبعا نكمل. في بنات للأسف يعني بتغسل شعرها بمية سخنة. حضرتك لما بتغسلي شعرك بمية سخنة حضرتك بتعملي التهاب في فروة الراس، ده بيؤدي لتساقط الشعر. بنصح كل السيدات اللي بيشاهدوني دلوقتي ان هما يغسلوا شعرهم بمية دافية، مية دافية. كمان لو نجيب بخاخة ونحط فيها خل التفاح، نجيب خل التفاح من عند العطار، ونحط فيها الخل التفاح ونبخ كده على شعرنا. دون هيدي بريق كويس لشعرنا. لو في اي فطريات، لو في اي التهابات، ده حلو جدا، ده كويس جدا جدا جدا. كمان حتى لو احنا مثلا يعني حطيناه مثلا على شعرنا احنا بناخد شاور عادي، برضو هيدي لمعة وهيقضي على اي التهابات اي فطريات. في كمان احنا قلنا عن شد الشعر بعنف، يعني طبعا انا ذكرتها، بس نتعامل معاه برفق بحنية، لانه
انتوا كده بتدمروا شعركم، يعني شعر الجمال، تاج المرأة، شعر تاج المرأة لازم نهتم بيه، نحافظ عليه. عندنا كمان النظام الغذائي، لازم نمشي على نظام غذائي صحي. ناكل موز كويس، موز فيه حديد، التفاح كمان فيه حديد، الكمثرى برضو فيها حديد، كمان الفلفل الأخضر ده فيه فيتامين سي، برتقان فيتامين سي ده كويس جدا، الجرجير حلو جدا جدا جدا. لو تاكليه، وكمان هقولك على وصفة تشتغلي عليها تبقى حلوة جدا، هقولها في الآخر. في كمان السبانخ حلوة جدا. في طبعا لازم نشرب مية كتير. في عندنا وصفات طبيعية هقولكوا عليها دلوقتي. هنجيب بيضة، هنفصل البيضة وهنفصل عن الصفارة، انا ما بحبش ارمي حاجة. انا هحتفظ بالبيضة، هحط عليها معلقة نشا وهوزعها على وشي، ده بيشد البشرة. نرجع بقى لصفار البيضة، هنحط عليها معلقة عسل، معلقة زيت زيتون، ده ماسك هايل جدا للشعر. اتمنى ان تكون الحلقة عجبتكم. في عرض من سنتر بريتي في الفاشن خلف مدرسة الصنايع محافظة بني سويف. عرض على بروتين علاجي زيرو فورمالين ب 950 زائد مجموعة عناية. في النهاية بشكر حضراتكم، وإلى اللقاء في موضوع جديد، وإلى اللقاء.